جربة سكوب، آخر أخبار جزيرة جربة تصلك أينما كنت. جربة سكوب، les dernières nouvelles de l'île de جربة vous parviennent là où vous êtes. مرحبا بكم، طاب ملقاكم وسعدنا كثيرا بلقياكم. مرحبا بكم في داركم، مرحبا بكم في جمعيتكم، مرحبا بكم مع بعض. انا فرحان برشا بهاللمة هذيا لمجموعة من العوالم، لان اللمة هذيا جاي واحدة في إطار شوية هكا ستريس وشوية ضغط نفسي وشوية ضغوطات من هنا ومن هنا، لكن سنبقى شامخين بفضل الله بأبنائنا. لما هذه مناسبة اليوم العالمي والعربي والوطني للمعوقين، وهي بمناسبة أيضا عيد ميلاد جماعي للوليدات المولودين خلال شهر ديسمبر الكل. واحنا احنا كنا السنة هذه وجيناها في الشهر اللي فات في نوفمبر، كل شهر باش نلموا الوليدات المولودين في الشهر هذاك ونعملوا عيد ميلاد حتى نتوكلوا ونخلقوا منها مناسبة باش يتلموا باش يفرحوا باش يشوفوا. إذا نتزار معكم الجمعية جمعيتكم، احنا على ذمتكم لملاحظاتكم لأي حال لاستفساراتكم. أوفوا مع أولادكم، أوفوا معنا، أوفوا مع أولادكم بقدرة ربي. نحن على قدر الأمانة وسنتحمل الأمانة فيما يلزم، وكما أمانة هدوم وليداتنا وقدرهم من غير النار هم ولا وليداتنا. شكرا، بارك الله فيكم. وسيظهر ذلك على أبنائكم. أهلوني عنا أمانة، والأمانة هذه قدرة ربي، قدرة ربي سنرتقي بهؤلاء الأطفال. باش نخرجوا من 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 معناها المستوى اللي لقينا فيه المركز واللي هو فيه حتى توا، وبمجهودات الجميع قدرة الله، بمجهودات الجميع ولا الحماس اللي نشوف فيه في الإخوة والأخوات اللي هم دايرين حولي، وبيكم انتم اساسا انا نعاود رب الاولياء هم الاساس، الاولياء هم الحلقه الاولى في هذه الشراكه، هي شراكه بيننا انتم الاولين باش نجموا نقدموا وليداتنا. شكرا، بارك الله فيكم.